وبالطريقه دي بيكسب ماتشات لما يكون عندك كاركتر كويس، عندك شخصيه كويسه، عندك طبع كويس في الملعب. مش ممكن تقارن ماتش بكايزر تشيفز او الترجي، حاجه مختلفه، ماتش مختلف تماما. نلعب كويس وعلى بعض امين على الكوره، بيقول لك في كذا شيفس قدام الترجي كنا بننقل الكوره بنلعب كويس ولعب حلو، لكن ماتشات في الدوري المصري بتبقى صعبه علينا. مفيش حد هيسيبك تكسب، مش هيسيبك التلات نقاط. كل ماتش هيبقى فيه دراما بالشكل ده، وهنقاتل عشان ناخد التلات نقاط، وان شاء الله باذن الله نكسب اللقب باذن الله. فوز بالله. اتفضل يا فندم.